إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشرك وحكب الأبماء كتابك العربية بين يديك جزك اللبات حاشد اللباب قول يكوب يطبع استيعاب يعني هو فهم لفهمه نسكي هرين سو آخريني يسيد اللو فهمي او لغا قادة تجابه تدريب واحد ليلس كوباد ضع علامة صواب علامة صحر الصار او علامة خطأ اما علامة خلطك امام العبارة المناسبة محوها عبارة اما هذا الكوها بون لدول الشمال او دول الجنوب الجنوب دولدها الدقن حق وقويق الدويلة يكون حقا كوفرت الدقن ايات ثارثة او يعني تصحد قوانا الصحبة صارتك لان قلب بات ثارثة مركا واحد دول غنية ودولده مع القبينة كو الشمالك هل كان شمالك صحبة ثارثة حقا لان قلب بات ثارثة اثنين دول فقيرة ودولده فقيرة وحبها يسنى الصبولة حقا دول الشمالك واحد ثارثة خلط حق دول الجنوب كان واحد ثالثة صح أو فقراء أيه بدين ثلاثة لديها القوة والعلم والمال واحد هاي ستة أكثر ديالا حوك مثلا ميلتري أو كله إيه أقون إيه حوالبا دول الشمال كان صح بات ثالثة قوة الجنوب كان قلت بات ثالثة أربعة الناس فيها فقراء ومرضى تلك خود نحن ولي دولدها وضد فقراء وأنو حبها يسن وصبولة ومرضى وانا قاربك حق دولك الشمال كسير صومر هي قلت بات ثالثة حق جنوب كنا ايقنا ويكب دينه فقر ايحنون كبا واحد ثالثة ايضا نسح خمسة فيها دولدها دحضو الناس ضدك خود احنول فيها دولدها دحضو دا الصحاء وقار عافمات قبا وفير رخايا برواق يعني كتلان مركزين سيقو صور ديكي دول الشمال كسحبا لديك اساريا دول الجنوب كنا قلت بات ثالثة ستة المدارس والسكولات فيها كثيرة ويكفر بدينهم فيها دولدها وكذلك الجامعات جامعاتهم واللمد حق الشمال صدح ولا صار حق الجنوب كان غلط ولا صار حق الشمال كان هو صح حق الجنوب كان هو غلط سين صومر نمك الله يقو سبعة البيوت فيها صغيرة قريها كوية لا دولدها وقرية يرير والمصانع قليلة ورشدون ويكويرهم حق الشمال كان غلط ولا صار حق الجنوب كان صح ولا صار تدريب ثاني لا يسك لبعض ضع علامة الصواب علامة الصحراء لك بجانب الفكرة الرئيسة فكرة أمتها لدى أقوين هي أركتها أقوين في كل فقرة تدعو كستوء كم ذا تدعي ذي أين صومرني الفكرة الرئيسة فكرة أقوين أقومهم في الفقرة الأولى تدعوه رئي محوها نسك عن صومرني هي وحي أهيد ألف العالم قرية صغيرة الدون كوحي سبجري داب يذير او يعني سيد دابيد اسكور هانجري يلا اسكور هان كرا دويدي با وسائل النقل الحديثه ما هو اي وجهدود اهي غاديدك عصب يا دويد اما او كلا غوشا جي مسائل الاتصال الحديثه ما هو اهي اسكارسينت عصب يا دويد اما اي كخريدو marka waxa taxaysa alifka oo guud ahaan looga jeeday al aalam qaryatu saghira bun qadi taabeed yar waxan dambana oo waxyaabaha ka dhigay inu taabeed yar noqdo الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية فكرة أقومه مثل إيه كتير تتدع اللبات هي واحد هاي ألف المصانع والمزارع في الشمال يعني ورشدها يبقى لها وقويق الدوية يدولدها وقويق كوية لا يكون غنية دول الشمال الغنية وحلقها اللي دولدها وقويق الدوية كوية لا يا مالغبانكا جيم دول الجنوب جيم وحلقها اللي القوة والعلم والمال حوق يأقونت إيوه حوله ومركا لون يا دول الشمال الغنيه بعد على صحه يا مركا تاسال جهه فقره لباد الفكره الرئيسه في الفقره الثالثه هي
fikrada ugu muhiimsan ee ku jirta tuduca saddexaad wuxuu ahaa alif yaciishu an-naasu fi buyuutin saghiiratin waxay ku nool yihiin dadku guryo yaryar ba al-faqru wal-jahlu wal-marad mee waxa laga hadlayay oo ugu muhiimsanaa ee faqriga iyo saboolnimada iyo jahliga aqoon la'aanta iyo wal-marad iyo cudurka jiim waxa laga hadlayay ma aanay ugu muhiimsanaa duwal janub al-faqira dowladaha adduunyada koonfurteeda ku yaala ee faqiirka taasaa marka la saxayaa oo waxaan kalena ay soo hoos geliyaan mufradaat imkana waa erayo kelikeliya tadrib waaxid layliska koowaad haati waxaad keentaa jamca alkalimaati taaliya kelmadaha nagu soo socda jabcooda ka soo qaad min annasi hadalkii hore ee aynu soo sheegnay ka soo qaad fumastacmilha u adeegso jamca fi jumlin min inshaaika jumlooyin adigu aad curisay ku dar dabeed waxa weeye mufradkii faqiir dabeedna jabcadu wuxuu noqonayaa fuqara dad sabool ah dabeedna jumlad ku dar oo xaggaa jumladii ku qor haniyu ba halka qoro qof maal qabeena jamcadu waa aqniya dad maal qabeena dabeedna halkaa intaad ku qorto aqniya xaggan kalena waxaad ku qortaa jumlaad adugu ku dartay halkan sababul maraa ku qoran jamcu waa athwaab oo halkan aad ku qoraysaa jamcu ku yaal xaggaana jumlaad adugu gelisay ku qor masnac arbaca masnac waa warshad waxaad ku qortaa jamca masaanic warshado dabeedna xaggaa dambe ee jumladu ku qoran tahay jumla aad samaysay oo ku jirto masaanicaasi ku qor khamsa masraca waa beer waxaa jamcadu wey masaaric khaanadan aad ku qoraysaa masaaric dabeedna xaggan kale aad ku qortaa khaanadan kale jumlad adugu aad ku dartay masaaricdu ay ku jirto waxaa ku jira saxiixun yacni waa qofayow halkan waxaad ku qortaa asixa dad caafimaad qaba dabeedna halkaa jumlad asixa ku jirto ku qor waxaa halkan yaalla mariid mid buka halkan waxaad ku qortaa jamca marda qor dad buka dabeedna jumlad ay mardaa ku jirto xaggan kale ku qor tadriib taani layliska labaad imla buuxi alfaraaqa meesha maran bilkalimati almunaasibati kelmadda ku haboon min alqaa'imati liiska halkaa ku qoran ee meesha ere buluuga ka soo qaad kelmadda ku haboon hayaaba halkaa ku qoran fi hadihi alqarya waxaan soo qaadaynaa hayaa inakeen natajawal aan ku wareegno fi hadi alqaryati magaalada yar gudaheeda aan ku wareegnayo itniin maadaaba halkaa ku qoran waxaad soo qaadaysaa tamlik maada tamliku maxaad leedahay oo milal maali xoolo ah ayaa tamlik taasaad ku buuxinaysaa halkaa talaata ahlu bilaadii fii amni warakhaain ba halkaa ku qoran waxaad odhanaysaa yaciish baad soo qaadaysaa wuxuu ku nool yahay ahlu bilaadii dadka degan dalkaygu fii amni nabadgelyo iyo warakhaain iyo barwaaqo arbaca mataa sadiiqaka ilaa beytika ba halkaa ku qoran waxaad soo qaadanaysaa markaa tadcu ereyga halkaa ku jira mataa tadcu goormaad ugu yeedhaysaa sadiiqaka saaxiibka ilaa beytika gurigaaga khamsa maada min athiyaab ba halkaa ku qoran waxaa halkaad odhanaysaa markaa maadaa talbas maxaad xidhataa oo min athiyaab ereyga talbas halkaa aad ku buuxinaysaa mataa bilaadana ba halkaa kugu qoran waxaad ku buuxinaysaa mataa tazuuru goormaad soo booqan doontaa bilaadana waddankayaga mulaaxadatu naxwiyatu waa milicsi iyo jaleeco loo fiirsanayo oo xagga naxwada la xidhiidha waana waxa weeye mulaaxadada iyo dib u eegidaasi binaahu ficil amri ficilka amar sa loo bineeyo weeyaan ficil amar ficilka amar yuftaxu aakhiruhu xaggiisa dambe waa la kor dhabaa qabli alifi thnayni hadduu aakhirkiisu alifi thnayn ka horeeyo oo alifi thnayn ficilka amar hadday la xidhiidho waa la fadxiyaa wayudamu aakhiruhu ficilka amar xaggiisa dambe waa la godaa qabla alwaawil jamacati hadduu waawil jamaca ka horeeyo oo faacilkiisu waawil jamaca yahay ka horna alifkaa faacilu noqonaya wayugsar waa la hoosabaa ficilka amar aakhiruhu xaggiisa dambe qabli liyaa'i almukhaataba haddii uu ka horeeyo aakhirku ya'dii tilmaamaysay gabadh la hadlayo oo ya'daasi faacilu noqoto wayuskanu waa la reebaa aakhiruhu ficilka amar xaggiisa dambe qabla nuun niswa hadduuna niswana hadduu aakhirku nuun niswa ka horeeyo oo nuun nisuhu ay faacilu tahay u tahay waidaa lam yusnad haddaan loo tiirininba ilaa ayu damiirin haddaan damiirba loo tiirinina waa la reebaa haddaan damiir loo tiirin maxaa looga jeedaa ila ficilaa marka damiirba loo tiiriyaa oo faacilu noqda yacni damiir muuqda haddaan kolkaa loo tiirinin waxa weeyaan kolkaan waa la reebaa waa in damiir markaa damiir qarsoon waa in loo tiiriyo badanaana waa marka mufrad mudo kale lala hadlayo watuxdafu nuunu nuunta waa la gooyaa bacda alifi thnayn haddii alifi thnayn nuuni ka dambayso waa nuuntii ku jiri jirtay ficilka layla afcaalu khamsaha nuunta waa la xadfayaa
وواو الجماعة نون تكد مجلس ولا حد فيها ويا المخاطبة نون تكد مجلسنا ولا حد فيها لحد فيها وايت أفعل خمسة فعل الأمر هذا بقى أوصل هذا لمفرد المذكر متكلدي هو الله وحلنا اركب مركان ضمير مغضلة ترنو أمرك اركب فول أنت باو قرصون انظر إيك أنت باو قرصون تفضل هو وحو قرصون معي أنت مركا ولا ريبيا المفردة المؤنثة مركا الله تريواتن وقف كريه هو لديك حالا اركبي بلانا يا ديبا مركا لو تريوفرسو ويا ديبا بعضا يا آخرة محاق قدم بي او آخر محقورة يا مخاطبة والهوست بي اركبي قبلي هاي فول انظري إيك تفضلي هو مركا والهوست بي بعضا يا رأضا يا لام كبا إلا يا با قدم بيسيه المثنى المذكر والمؤنث هو اسكو سيبا لو قدو واقع لبدا لب رجع تصالحان يوحي لمدك ايو لبدا ديك حران اركبا فورا تبادوا ايك دوا قبل الالف اخركو ولو كرنو يا مركا اخركو وابادا مفوقه الرأي الالف وفعل كيا اركبا فورا ايو انظرا ايك يتفضلا هويا مثلا ولو كرنو يا واو الجماعة ذكور مركا اخركو كهر ايو وودي تمعر لبك أشيكيسي اركبوا وطا اركبوا فورا انظروا ايغا تفضلوا هوي والو قد يا مركانا آخرك بعض ايان رأض ايان لامكا جماعة الناس يمكن هو كوح ردك مركان نوم بين نقونيسا والو ريب يا مركا اركبنا اللي قبل نوم نسوي اركبنا فورا انظرنا ايغا تفضلنا هوي مركانا والو ريب تدريب والايليس ضع واحد تا خطا حريق ديك تحت الخطاي ماشي خلاص كتير حريق صار ثم صححه خلاص كأذو مر كارصح كما في المثال سات صارهن لو جوس حي محارك لو قول يا مسلمون مسلمين تي حافظة إلى عليا على صلاة صلاة إلى عليا مسلمين توا تجمع ألف تنوح في اثنين ومثنى مراد يوم محارك لو قول حافظوا وحلونا يا مسلمون يا مسلمون حافظوا إلى عليا على الصلوات وحلونا مر على صلاة صلاة إلى عليا يتنو فيرسو ادرسوا يا بنية واحد برتا او دغتا انن كيغيو واخ برو قبل الاختبار امتحانك انت لا قادين تنجح واد غليسنيسا هذا فيرسو marka imka halki qalad ku jira ادرسوا واحد غليسا حريق هوسته كي قور وايو فعلك marka ضمير مقدا ان لو تيرين ان لا ريبن ku soo marna imka imkana uu godi oo arkaysa dadna ادرس inuu raaxday ahayn halkaas qalad ku jira ثلاثة يا طالبات حبليه أرديد أهي اسمعوا النصيحة دقيست الثلاثة يواندا هل كيف قلت كتلا اسمعوا بصوتك ساقرت ما هاي دين لا يلاهو يا طالبات اسمعنا النصيحة أنو لقديك أيها وو غرق الله استعمالا أما لبك أربعة اشرب الدواء دواء عب يا فاطمة فاطمة دواء عب هل كيف قلت كتلا اشرب على ساريا واي وحي أهيد إن يألا راعي ولا إشربي عب وصال رقم الله قد وقعنك كريا إشرب هذين قطوانين كريا إشربي باق قبل نقول نسام دبعنا هالكاسات صحة سامركا وصير صحة دارا دو قرب كليه خمسة أيها الطالباني لبيه أرضي استيقظ توسا أما توس مبكرا أديكو كلاه يالي مركا يمكا خلط القوكو كترا استيقظ بعد كيسا واستيقظ أبهد توصل لبدينا لو الله بيه سيدي قف قرآن مك الله دقي ستة اسمع الطائرات السماء طائرات كالسماء ديارة السماء يا مهندسون انجنيري يهو لمن كان انجنيرا دي ديارة السماء هل قال لك هو كترى مك اسمع ابو كترى بالونا اسمعوا بالونا انه هو حق بدني اسمعوا السماء الطائرات ديارة السماء يا مهندسون لمن كان انجنيرا ده سبعة يا عائشة عائشاي خذ الكتاب كتابك قاضو هالكيم قالت كتيرة خذ العلامة نساء سوتوا حوي إلا هذا خذي الكتاب أيهاي ويا هذا أيها الله رعيا مرك فعلك مفردا ما أنا فيها إلى أمره أم فعلك أيهاي ثمانية يا طلاب أرضيهاي ارفعنا كرو قاضة الكتب كتبتنا كرو قاضة مثلا كتبت كرو تاجا ما كرو قاضة لو كقاضة ما كرو بو تاجا مركا هالكي قالت كتيرة أمك يرفعنا خالد بقى كتيرة ويا الطلاب هذيلا يا ضوا جمع الطالبين هو رجويا وحلا هذا مركي دومني طالبات بالي هذا
marka irfacu baa loo lahaa ya tullaabu irfacu arday ha kor u qaado baa loo lahaa rag baa loo hadlaa laakiin si dumar kale laga dhigo irfacna baa leeyahay ee sagaal waxa weey 9 ya ahmad ijlisi huna halkan fariisay ahmadu marka dabeedna si loo qoray khalad baa ijlisi ku jira ijlis un baan looran lahaa nin weeyaan kala hadlaya si gabadha loo hadlay ee 10 ya ali yu ali waya saciidu saciidu shaariku ka qayb gala fil hafli haflada ka qayb gala haflada la isugu soo baxay bandhiga marka u fiirso kan waxa weey qalad ku waa ishaariku baa leeyahay marka qalad baa la geeyay halka waa waa laba jooc maaha shaarika bay noqon lahayd shaarika ka qayb gala haflada tacbiir muwajjah waa tacbiir yaani wax ku jahaysan oo mowduuc gaar ah ku jahaysan marka waa kan ugtu mowduucan mowduuc qor yaani waxaad qortaa cinwaan عن وسائل النقل كشاكين هي أليق جاديد القديمة تبرج هر الاستعمال السياسي فرده يجير يتماره والحديثة تكون مك عصب كشاكين هي سد يعرضها مراكبها ترى ندى إيو وحي لم يدا على استعماله مك وقت موضوع عن موضوع قر عن وسائل الاتصال القديمة كورهم إسقاسين تي هر يقول حديثة بري هو رئيس قارسين حاكم عطك ولا سودا واقو تد رأي أولا ديرو حمام توبران أو مركة قار وراقها يوحى رسائلك اللو ديو هو حديث كأي عصب سيدا مارت انترنت سيدا كميوترا سيدا جرائد إذا عدها تيفية دوحى أي مكان استعماله كشيك يعنيه تدريب ثالث وحو أي مكان والله لسك ستحاد قارن اسبر برنك بين دول الشمال دولدها كوية لو قويقة الدنيا دا إغانيقة يو دول الجنوب dowladaha ku yaala xagga koonfurta ee faqiirka ah intooda badan faqiirka yihiin tadriib raabic waa la iska afraad hawl waxaad u bedeshaa alxwaar sheekaysigii alwaarida ku soo aruray fi safhati 206 206 ila nasin hadal u qor hadal u bedel sardiin xiriirsan markaa waa hadal la wada sheekaysi waa hadal isu furan oo qof quri ka warramayo mubtadi aadigo ka bilaabaya bima yiri waxan soo socda oo markii hore siduu qornaa maxay ahayd u fiirso Zainab kanat nadwatun mufidatun limada tahduri baytiri hadara Fatimatu kuntu amsi mashghulatan zarana baad duuf saasa kale qorayd laba qof ay isweydaarsanayay wala daran dooriyay imka sida ma ahay mid isu furan qof uu wada ka dhig oo maxaa tiraahda qaabkii uu qudusay kanat waxa ahayd ka jirtay fil jaamacati jaamacada nadwatun seminar ba ka jiray aan caawlamati laga hadlay eedeeynta adduunyada iyo isu furida adduunyada hadarta waxa ka soo qayb galay mucdamo madrasaat al jaamaca inta badan macallimiinta jaamacadda ee dumarka wax ka dhigay iyo taalibaatiha jaamacadda ardaydeedii hablaha ahayd lam tahdur fatimatu fatima ma iman anadu wata seminar kama iman maxaa yeelay ana baadha dhuyuf martida qaar kamida ayaa zaaruha ku soo booqday Zainab fil manzil gurigooda ku soo booqdeen dadna saa dhameystir sheekada waxa ka dhigta sheeko qof qurihi ka sheekeyay oo isu furan markii hore maxay ahayd sheeko la isweydaarsanayo oo qofba sheegayo jumlad الخط وقرال خط الرقعة انت الروح عن كسوها لترني الى كتاب في هوري خط النسخ امغا ايوحن بلاوين عاوة ايضو رقعاء قرال هذا النعيدي ده. لاحظ ايك كل هذه الحروف حروف تنرمي افرسو تكون واحد نقون ايسا تحت الصدر صدر كبوك لين كيسا وي هوس مران دون غيرها كوة كلمة هوس مران وي هوس مران حوكة تيدا كرتن هوس مارتا صدر كهوس بو حق هوس ودافا oo sadarka bartiisa ku dhacda oo qaybna hoos bisarka uga digta qaybna way ka sareysa uktubha qurbi hada ruqca ku qor ruqcada khad kale ilaado ku qor laahid eeg hadii xuruufun tani waa xuruuf waa tan hoose leysa fiha leysa bidaxilaha gudaha kuma jiro faraagun meel banaan oo maran malaha way wada buuxda khadku isku xulan yahay faraag male uktubha bi khad ruqca ku qor meel banaan malaha لاحظ هذا من خيالك تم بعد كفاية مدونتا هذه تن حروف وحروف بداخلها قديه دو حكوا جرا فراغ من المرن وكتبها بخد الرقعة كقر ما كان مال مرن حبوا جتها وربط تصفها مفاسف عن فهم إذا ضاضة ضاضة هي فاد هي قاف هي كاف هي هذا رصد هذا النوع صامد والمال مال دلو شمرة ما شاء الله فراغهم مرن كورنا سوكر كورنا مي ما بنانا مالها خلق وانا كتبها فراغ ليلا كوهر واسود حنانا فراغ ما يلهين ee dabadeed waxa uu alimla imkana waa yeeriska markii wax lagu yeerinayo
ما الاستفهامية إملاق وحيابها أبهانة فأنت كمتاعي ما الاستفهامية ماذا سؤاش وحلا يسوه يديو بعد حروف الجر هذه حروف جارك تبرد عضو تحذف هو لقويا ألفها ألف تدار هو لقويا وتبقى وحها هذا الفتحة فهذا هذا فقط أقوله فالحال يسارنيد ألف تكهر يسميم كسارنيد بهذا واتن ما ما هي لمن نقطة ما حقا توفر سؤال ما بيها قوسين كيك ما بين نقطة عن ما عن سو حرف جار ماها هذا ما قشو عن ما بيها عن ما ما هو مكره هذا عن ما با مكره هذا عن ما وميم كلا نون كميم با لو بدل حقيشت كني كيم نون كا هرا ميم لو بدل ايام ولبدا حرف لبدا مخرج با يسودو تبدا عن ما وام حي بالونيا عم وام حي وام حي مركه عم تسال محاد ويدينسا محاد ويدينسا عن يا ما بهي ما دي با وخا لو غي الف كي عن ما ابي نقطه عن ما مركه نقطه واحد له هدو يلتقى حرفا متجانسا بعد فاعل كلمتي وتقى ما حد ما في الاخر بشرط سكون الاول التحرك الثاني دابا نو ولا سدح غليا مركه واخا انت ندير نون كمين با لو بدليا مركه نون كمين لو بدلا دبنا واخا لونيا عم ما مرك عم يا ما أنا قطار السحر يا سألنا يا محي عم ما حيباب تسأل ويدني سب اثنين إلى ما إلى سحر في جرمها ما سؤالك تبع عضي ما ضوئين لجوجو يا مركها محوها لجوجو ألف كوف الحظ للدايو إلى ما تسافر حقي هذا السفر يا حقي إلى هالكبر هذا سعطين سام كويين ثلاثة من ما ومن يا ما تبعنا من تو حرف جر ما سؤالك تبع عضي تبعنا وين لقى جويا محوها ألف ولا هذا من ما مركب من ما نغطو ميم ك نون ك ميم لو بدليا ميم بين قوس لبا ميم هي ما كذا ما يصدق ميم بين قوسها ميم ما تبعنا ولا سمح لي ميم ما ميم ما أنت خائف أدوك محاط كبر قوسها لما وصدا لما محايا ريو يمك لما محايا محايا سأو نغطي محاط مركب قوسها ماذا كجو ألفت كجو لم حنا وصل لما ولا سقور يا مركا لما بين مركا نوارسا هذا كارد سال لما حضرت محاضر في مثال كن مثلا واحد مركا وقاعد كبر يا حرف جر هذو ماذا سؤال سأقوله ماذا واحد يقول يا ألف كا فتحة حنا ولا دايا مركا هذي لبا حرف ولا سوق قامة يا نقدان سيد عم أو خليه من مايو ولا سوق قامة هذي خلاص كميت قامة ولا سوق دراون بما يبقى صوما بما بالونيا بما تسافر محاضر سفر يسا فيما يبقى صوما فيما صوما هين وحال يقول يا ألفك فيما بالونا مركا فيما تتناقشاني محاد تدودي سان أو كشي كيسان سان سبع علامة بغرن مركا ماذا ألفك يقول علامة بين غرسة علامة أنت قلق محاد كمور ويسنتهاي محاد كمور ويسنتهاي أما أتكبق يسا ومحي محاد كان أحسن توقلي حتى ما مركا يقول حتى ما بالونا حتى ما حتى ما تنتظروا هنا إلى إلى غور ما تلقن قصبيزا تدريب إما كان هو على سقط ما يملى عليك واحد قرته واحد لقوي يرنتون هو لحدة إملاقة تبدنا يجلس بالغوص من يجلس كات تبدنا قر إما كان قر قراءة حرة وآخر اسم ضح بنان وقف يسي وآخر صني يقرأ الناس هذا كان هو صقر أخري هذا كان أخري وحول لك الشقيه تدريباتي اللي سيده كتلة في البيت كوريك كقصة الشقيه مركو هوري لتناقشه وصاده وقرات ضغطه وقرات شقيسته مع زملائك صاحبه ده في الصف المركة صفقة ماضي يبارتي اما اتشام عادة اما يسكولك العلماء وحيك الله يا هذا الخليل عالميين انت ايدقين انت الدنيا ده ان الدنيا ده البابده ده لصفره ودقاله ده لصفره وسياسة ده لصفره ودقن كده لصفره أدون كمارته، إسكارسين تيسال سكحره، وقادي تيسال سكحره، أو حلوة صفر ما أنا صفر وما، أيا العولمة، تبعنا وحيري، هناك هلك واحد شراء الدنيا ده، ما يرى تطوارك في العولمة عالميين تا، إن الدنيا ده صوت فرنتو، دعوة تنين لقوا باقيه، إلى تقسيم العملي، شقدي أول قيبينه، هي وانتشار التقانتي، إن الفدا يسوي فافيسو، يعني تكنولوجيا، يفر السمد عصب. الحديثة تفرسمها عصبي أديد الوسو كردي إن الفدا يسوي فافيسو هل جك فافيسا من مراكزها حرمه أي كبل عبنتي يهرمك الجسمي
كوية لهالكي في العالم المتقدم أديوده هرمرتي اقتصاديا أديوده هرمرتي محي حقا قارة ومركا هالكي تقيسا فرسمدا عصبية تكنولوجيه وحي تقين إلى أقصى أطراف الأرض يعني هالك أقفق دعالد أديوده أطراف وأطعالده أقصى أقفق إلى أقصى أطراف الأرض ملك دعالديس ميلها يعرفيس أقفق أري سورة قلولي تكنولوجيه إن الله في ديو الله غفوا فيه ومن ثم مركا هالكا ثم هالكا وحاك لانايا زيادة الانتاج وحصو ساركي إنو كردو الدنيتو وهو هذا ويساقو تدخاس إيه كتب فريق صومورن هناك من يرى وهو ويساقو وقفك يددك واركي سيدا في سبيل ذلك أرنتي الله مريها في سبيل ذلك أرنتها وضد الله مريها إلا عالمية الدنيتا والله سوالي حرو وضد الله مريها مستعد وحي ودياري هدتك صداقة لأن يغفر إلو سكرنا فوق ويسكين دا ترو يغفر محوز كان تريا العولمة عولمة وحي ودافيا ودينيا أي تأثير لا تستو أو أي تلسو أو سلبي يعني التوغن أو نيجاتيف أهم فائدة رهين يعني لا تستو أوحن سلبي لا تستو أوحن ودينيا دا كوصة مينيسو عالميينتو ويسكين دا تريا وحي وحي خير كذا كبدا لبات ريدة أي أورنيا يمكنه يعني ذات كاسو صور تقرأ أن ينتج إنه كدشو عنها عالميا أنت أو يو ذات كاسو حيا لك وياي على الهوية هايبتي يبادي سعودي الثقافية أقوند أو مضوه الهاي ومضوه أقون تودي يدقن كودي يوحبر شدودي يدين تودي يمارتي اعتقادك أهيستين يو أقون تودي wixii oodan oo ay dhibaato ku tahay caalamiyeyntu oo nakeena qarsan iska dhaafay wax u leeyahay faa'iido kale ay u badan ayay leedahay dhibaato iska dhaafay qof uu qofkaasi isagu caalamiyeynta ku qancsan yahay iyo dadkaasi mustaciid waxa diyaar u yihiin bil qowd inuu yiraahdaba bi anna hada al athara raadkaasi ama waxyelada iyo saameynta al salbiya ee xumi ala hawiyati haybti iyo baadi socdi huwi wax raada كوني أهاني يقارهم وحلقوا يقارنا يعني شخصك يشيك هو يوام حي هو ويو يهي سو يعني هو يدي سي حيبتس يعني التلمانتي أولها لباتضا أكو كيريا يسير وفلودا يقول لي مركز وغيك وحلقا سوكا مكروح لباتا معها لكن وحترك أي كينيسو أي كوين بيسو قليه فلقد يذهب وحلقنا بينه كل دقاقبة إلى القول إلى هضبة بأن الهوية يعني قوني أهانتا يقار أهانتا يسمطة إليها الثقافية حقا قوانتا ومدوه الليهين سوف تفيد من العولمة عالميين توي كيف أيدي دون طابا وحتى يعني وحبر الشدة قار كي ومدوها قار كي أي ليهين يأدو يدو وكيف أيدي تنسى عولمة إليها طابا لغيها بابا وهناك هالك أوحا كروا الدنيا دي المفتون قار كبلا يوبي وكفت النوبي بالمدين بالمدنية تهر مجال نمدا هي البحر نمدا الغربية تهر قلبيت كجاري لمن كان يوروبيا مريكان يو بوجه عام سجود بق والله يا بن هيرك لمن كان يجارين وأسقراري أو وريري أو دبت دبوبي أي أشرة ليس معها بنتاجها وحصوصارك المادي حاجة نقارها فقط وقرا هي حاجة فرسمدا يتكنولوجيكو قرا معها بل في مجال نقل المعلومات وحكوده وخصيهين حق قدبينتا ورارك ايو حكتا ايو اقوانتا ايو تغزينها اقوانتا كيدينتين ايو توفيرها لما يستركا اقوانتا لما يستركا دوحي معلومات اقوانكو سليسا واركو سليسا امارتا حكو صافسا اوانا قدبينتا ايو كيدينتا ايو لما يستركا ايو كده وخصيهين وبما حققه واحد حقيقيين هيرجيريين الروميين الغرب والهرقلبيتكم في المجال السياسي إنعى سياسة دي مامورك والاجتماعية حق بلسدة والثقافية حق أقونطة هل كي كجارين أي انبهار يدو خاد أي قد عضي وأي لدو خسيهن ورايك هو المفتون كفي تنوبي بالديمقراطية الغربية بالديمقراطية ده هي مضح بناني ده أنا حكمها رهين حكمها قوسطي ارغلبيدكو اي غارين كو في تنوبي وبالعلاقات الاجتماعيه يحللك حق برشده الغربيه تي ارغلبيدكو اي ليهين يو بالانتاج وحصوصالك الثقافيه حق اقونته في الغرب اي كجرت ارغلبيدكو ويتمنون وحا كل كواسي ديديان
وأي رجينيا أو تمنيا أو لين يا سوونه هلا تمني جوا واحد إن له هلا أذكي هو دوري سر هذا تمني وحقول رجينيا للشعوبهم دت ومذهولة سرعة اللحاق قارثان دق دقة وأي قاران محي بكل هذه الإنجازات قولها أي قاري يا حق سياسة يا حق دقارها يا حق قانط يا حق برشدة يوم مرت حريرك برشدة وحا أي قاري سدق دقة سيدت كودو قاري الحي لما أنتود قولها يقولوا وارك ينقلك قولها أي قاري نوردن سيس أمدو هدرو قاري الحي أي آدي آدو في تشيلين ترو مايزون أركي دين كون نو دين كون مدهينو أي تلاوة قادين أو قاري هل كفوة سي قاري أو سيدة نو رقميان أو رقمي وقانطود أو كاري ويجدون وحي هريان وحي هريان كواسي في العالم في العالمات بها كهلين عالميين تي يدون كان له سفره او سياسه دي سياده قالي سي تعليم تي سلا سفره يي برسوين كيسا اسبيله وضي كهلين الى ذلك وضدي لو مر لها ان لغار رير غلبهدكا وحي كدخلين يغو ان الدين له سفروره او ددكو استخغلو او قونته ليس ويدارسدو سي ايغا لوغه سو دهغتو او لوغه سو دوخو وحار اي غارين ساسه واركيا وعلى هذه الدين له سفره waan horumar doonaa waxaan ino soo gudbinayaan waxay moodayaan inay u soo furayaan waxaan ay gaareen iyagu wa minha uray kuwa sida qabo waxa kamida man la tusiru dad aanay kicinayninba wa aanay xuqiin wa aanay damqaynin la deeyim agtooda mas'alatu alhuwiyati thaqafiyya hayb suuca iyo baadi suuca xaq aqoonta ee umaduhu ay leeyihiin ee ay ilaashanayaan oo diinti iyo maartay aqeedadiina ku jirto illa sukhriyata waxa ku kicinaysa marka ay war diinteeni iyo aqoonteeni waxa khatar ku tahay taarintani waxa ku kicinaysa wax kale dareen kale kuma meel kale ma damqayso mana xuqayso ee waxay damqaysa illa sukhriyata inay ku ciyaaraan ba waxe maxay ku kicinaysa un ku digasho iyo ku dheeleel iyo mar jeesjees fahiya hadaba iyadu fahiya iyadu waati huwiyadan gaarka ah iyo aqoonta gaarka ah dadku leeyihiin gaar ahaan muslimiintu indhoom iyo dadkood waxa ka dhigan tahay ba تخلف دي بسعود تعني واحد وشي دابا هويدا غاركا هي حاجة يعني هاي بسوعة أما بعد سوعة أي لا ده هاي مثلا أقونت الإسلام كوكره تعني واحد وشي دا يجي أكتو ده التخلف اللي هو قاعد يجنت هاي بقى تبو لا يدي بسعود نمو والجهل أقون الآن والفقر إني فقري وما تريس أدري هذا ثقافة دينا وحمرك هذا قلبي يقصر عيا معنى واحد يدي بسعود يرجع يد يجاهل نمو يفقري ooni sheegis wax kale oo ma arkaan waxa ilaahay ma had sheegisa ma dib u soconnaad ka sheekeynaysa ma jahilnimada ka sheekeynaysa waad ka sheekeynaysa hadii xaq ilaahay laga helo faqri iyo farmanaan wax kale noo sheegimaysid wax kale laga dheefayaa koonaan saas waa kaani iyo markaa hunaak halka waxa jooga adduunyada aydan hadana alkaarihuna dad kala nacab alkaarihun dad kala nacab ila awlamati qaar nacab caalamiyinta iyo sufurida adduunyada qaar kaloo nacab baa jira waladahim ku agtooda waxa yaala asbaabun sababo lihaadi lkarahiya nacaybkoodaasi sababu isaguna leeyahay dad kale weyaan kuwii hore maaha fa hunaaka halkaa waxa ah adduunyada waxa jooga man yagrowhaa dad nacab cawlamiyada cawlamada nacab maxay u naceen haddaba liana fiiha waxaa ku jira masiidan dheeraad min alistiqlaal in la boobo in laga faa'iidaysto al-iqtisadi ka faa'iidaysi xaq dhaqaalaha waxay leeyihiin nimankan adduunyada horumarka gaaray xagga technology-ga waa dhigmirato waxay nuugayaan dhaqaalaha iyagii way boobayaan kaydkoodu bay dhamaysteen horena kaydkeega gurtaan ayay doonayaan dhaqaalahayagana ay nuugaan istiqlaal waa in laga faa'iidaysto al-iqtisadi xaq dhaqaalaha xagga hantida ayay qaarna u arkaan haddii kuwa hor u arkayeen yacni maaratay xaggii thaqaafadii iyo dhibaato la gaarsiinayo kuwan waxay leeyihiin waxaa dhibaato la gaarsiiya dhaqaalaha iyagii oo annagana la boobayaa wahaadaa kaasi ee dhaqaala boobkaasi ma waa shayga tafcaluhu ay sameeyaan alistimaaraatu ee maalgashiga alajnabiyatu ee dadka qalaad ee dalalka kale ka yimid ay maalgashadaan alkhaasatu ee gaarka ee gaarka loo leeyahay ay sameeyaan kuwa maalgashiga ku sameeya dalalka aan hantida badan lahayn ee faqiirka kuwa maalgashigaan ku samaynayna yidhaahdaa waxay dhuuqaan oo ay dhuuxaan dhaqaalaha dalka unbay booban ayay yidhaahdeen qoladaasina
عندما تتركوا مركي كتغان كون مال قبين كاهي بلاد هاد الكود كتغان وتذهبوا حي تغان لاستغلال العمالة إن كفا إليستان شقالها الرخيصة الشبن كتشلها لكي في البلاد الأقل طلالك ير نمون حق كوريتان كتغالها وانت ورشوه وطران اي هندية كسو ميان او كسو ميان أفريكا او كسو ميان إيشيا تبعدنا وحي كهلان dad badan oo shaqaala jaban dadna waxay ugu kacdaa marka Yurub joogan shaqaalaha qaaliga ah maartay iyo qalabka qaaliga ah materialka qaaliga ah waxa laga material jaban iyo shaqaala jaban bay helayaan dadna waxa soo baxaya shay jaban ay warshiin soo saarayaan laakiin haddii Yurub joogan ama Mareykan joogan shaqaala qaali ah iyo material qaali ah dadna alaabta qaali bay noqonaysaa halka lagu sameeyo tala ma tartanto alaabtan la iibsanayo jaban iyo shaqaalahan dhuuxiisa la dhuuxayo ee maskaxiisa la dhuuqayo yaale dalkaas la cunaya wixiisi dadka laga sameeystay la cunaya dabadeedna waxay leeyeen dadkaas wayna boobayaan niman kale adduunyada la isu furo ee xoog dhaqaale sameeystay iyo qalab iyo farsamo waxay boobayaan kuwan taagta yar oo ay ka guranayaan dhig miiranayaan بروح على كشركات الأدوية كسوقات سر شركة ده سمية دوينك الكبيرة ووين أدوية كشرة التي شركة ده صو تريد دونا مرورب وعصدة أن تفتح هنا أفرطه لها شركة ده ووين كل بلاد العالم أدونك والضمضة كل نوع أرضمي هنا أفران محي أبوابها البابدين تل وربوها كعصدان هنا كسميستان ورشد توين كسوس عرتا أدرنا أي ماتيريال كي لقى سميني يشغاله يجبنا يوحي أوردن خلك أي كهلار ورشد أي كسميان دبنا أي بابان هنتي ذا أمضى أي مسكح أي مرق أي مال أي كي وحودنا قاتان إن ثاني ولي قارين إن كفاية يستان قوان لتحقق سعر هرجلسو محيو دوني ينقل كهلا لتحقق إني هرجلسو رما يسو مزيدا يرى من الربح معاش بدن إني هلان يكير يارا كنكو أنتهي على حساب waxay ka go'an tahay mustahliki hadii adduunyada dadka dawooyinkan isticmaalaya ee dalalka kale jooga ayaa faa'iido ka go'an tahay iyo wamuntijiha hata dadkii soo saarayay oo waxay soo saareen dawooyinka uu soo saarayna suuqay ka boobayaan ee iyaguna sameyn jiray oo wax laga ka tayo walaasinta sameeya in ka qadhufsan gabigooda kuwan ay ka yimaanayaan hantidoodu bay meeranayaan halkaas ay ugu geeynaan dabadeedna dadkii shirkadii soo kici lahaa way fariisinayaan dadna umadii way wada kacayaanba wixii la suuq iyaga meernaya naam wuxuu lahaa al-huwiyatu thaqafiyatu hayb suuqaya baad suuqda xagga aqoonta umaduhu leeyihiin laabudu waa laga marmaan an tuucaan iyo weyna la dhibaatoodan min dalika waxan dhibaato ka soo gaarisa warshadahan la wada hata aqoontaadi ee gaarka ku ahayd ee dhibaato ku tahay sawu noqon kartaa waa su'aal ولكن المعاناة دبات ولكن المعاناة دباتو هنا هلكينن ليست معها الا نتيجة للاستغلال وحوي وح كذا شيء ميرشده الرأسمالي يعني دولتها هانتي غوسيغا هانتي غوسيغا اي هانتي دودا قاب كادون تمين ادو شقيساتو اوغولادي استغلال كي كسميان با اقونتي وحيلينيا سي وحو ييليان wuxuu leeyahay in taxmilu waxay sidaa kul hada istismaraat maal gashadan ay sameynayaan alajnabiyada dadka shisheeyaha ah ee imanaya iyo hadii asra'u almusawrada iyo alaabooyinkan la soo dhoofinayo saqafatan waxay sitaan aqoon taxtalifu ka duwan aan saqafati al-umam almustawrida aqoonta ilayhi dadkan soo iibsanaya aqoon ka duwan ayaa hanbaarsan tahay laha ka duwan kuwan ka duwan oo amahay ee farsamo ka sareysa iyo aqoon ka sareysa ayay iskeeri karaan dabeedna fatuhaqiqo waxa ay hirgeliyaan mazidan dheeraad min al-arbaahi maashiyo al-maadiyati oo xagga dhaqaalaha iyo waqafiyati hatta xagga aqoonta lafteed oo soo warshadaha ka kuma sameeynin tababaray furayaan ummaday ku furayaan aqoontoodu ba fidanayaan oo saameyn ku sameeynaan dadka shaqaalaha iyo ummadahan waa la akhriyay waxay soo saareen oo maaratay qoraalay soo saarayaan oo aqoon bay fidinayaan oo jaamacaday ka sameeynaan
si dadku ugu toobarto oo aqoontooda u qaataan kursidahana uga shaqeeyaan, dadna aqoontii xataa way saameynayaan, dhaqaalihiina way saameynayaan, dhaqankii bay saameynayaan, wax badan bay taabanayaan. Oo shid meel timid ma hawl yara, wax weyn bay bedelaysaa kursidaas. Kumanna ba u shaqeynaya, kumanaanka waxbaro bay siinaysaa, waxay siinaysaa hadii ilaahay idmo ayn tababaray siinaysaa, jaamacada ku daraysaa, dibadaha u daraysaa, way soo celinaysaa, ummadii bay dhaqankoodii bay xataa ka kaxaynayaan, dadkoodi bay quursanayaan, fikirkoodii bay quursanayaan, kuwana ku ta'afurayaan, dabana dareenkooday yeelanayaan, soodii u tallaabsanayaan, ummadana tiiba ugu baaqayaan, raad weyn bay kaga tegaysaa, dhaqaalina way meeranaysaa, iyo ummadda hantideediina way guranayaan, fikirkeediina way bedelayaan, waxay ka jeedinayaan horumarkoodii, dadna waxay ku jeedinayaan horumar iyagu aanay lahayn ayaa markaa ku jeedinayaan. Ama adduunyadan wax ku soo iibsanaynaa dhibaatay nagu tahay, waxaynay socon lahaa istaagii bal horoona weyn waxa la wadakan waxooda jaban oo ninkii halkan joogay aanu haysan markaa ma horumari karo, laga weysanaya waxooda waxba laga iibsan maayo, waxooda diyaara oo wixiisana ka jaban oo kana qurux badan oo kana wanaagsan, laakiin waa curyaan maskaxeed ma dhaqaaqaysa wax walba waa lagu sameeya ma samaysatid. Hadii aad iyadu maanta kala xidhanto waxaa laaha islaama jirto keligeeda debadaas istaagto leerkana marka hore sisaalkaad waayaysaa, leerkana aad go-ayo biyahan baa go-ay, waxaad cabto helmaysid, harraad baad u dhimanaysaa, gaadhina kuma dhaqaaqayo, dabna kuma baxayo, biyana ma helaysa, ilmishinaa saa soo saaraya kolqoladooda abaadaysaa abagibigaagoo laba cisi ma qaadaysa, waxay waxba kuu diyaar maaha, allah ku diyaar ma jirto. Waxaad ku halaysay ummado kale dantooda dad kale baad u shaqaysaa, faa'iidu ma laga gurta, halaala waxaad u adleedood maanta qabsan kartaa ma jirto, irbada ma samaysa. Haddaan ilaakin waxoodu jirin maanta meel bay gaari lahayd noloshaadu aada isku filan tahay, oo xataa kuwii hore aan oo iman waa isku filaayeen waxood uba heli jireen, saamba kabaha ka samaystaan oo wax walba weelkoodu uu samaysnaa, waxood uu samay, dharkoodu uu samaysnaa, wax kasta uu samaysnaa, wax nolosha uga baahan yihin tii oo la horumaray ahayd, xataa hubkay samaysanayeen tii bay xanibayeen way fadhiisanayeen waa hawl yeesan saabad wax ka wanaagsan oo aan hawliba kaga jirno ayaa tiraysaa, dabadna rafaad bucid u diyaar noqon mayso, marka waxa weeye dhibaatooyin badan 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 ayay sababaan. Waximaayatu humuyati thaqaafiya, in la ilaaliyo buu leeyahay haybsooca iyo tilmaanta iyo sumadda ay leedahay aqoontu, waajibatun fi nadari haulaa, dadkaas waxaa arkayna waajib tahay aragtidooda sida waxoodu u socdo, aqoontoodu u korto, u kobcoday gaadha halka la doonayo, laakiin haddii la fadhiisiyo ma soconaysa halkii ma dhaafayso. Wa hunaaka waxaa jira man, dad baa jira yakrahu nacab alcolamata, in adduunyada laysu furo oo caalami laga dhigo oo meel walba laysu faruuro oo ogol in la kala xayirnaado, si jabaankii yidhi xidhnaada yurub uu xidhay ilaa intii ay gaarayeen maaragtay halkii iyagu joogaan, inay xanibayaan buu garanayay, imakanu isticmaalayna wada shaqeynayna hadaba kaalay buu oon isu dhiganaaya laali sababin iqtisaadiyin uma xidhaan xagga dhaqaalaha, uma diidana dadkaas xagga dhaqaalaha, qaar waxa jira kaloo diidan oon xagga dhaqaalaha ka eegin, balle sababin diinin xagga diinta qaar ka eegan, waxay dhahdeen war cawlimiyadani diintani khatar ku tahay. Falcawlamatu waxay dhahdeen caalamiyiintu aatiyatun, waxay ka imanaysaa min maraakiza xarumo, marka hore laga soo faruurayo oo dad intay isku filnaasho gaadheen oo wax walba ay samaysteen doonaya mutafit iyo meel ku butaaciya waxaan ay soo saareen oo suuq u doonaya oo ummado u doonaya ayay kasoo dhaqaaqaysa. Diinuha dadkaa xarumaha ay ka imanayso diintoodu, gaar ahaan reer galbeedko kalaga soo qaad kayru diina isku diin ma nihimayaan dadkaas, bal hiya qad tanakarat liladyaani kulliha, waa ummad diin oo dhanba diiday oo diinba ka baxday, diinnaba ma haystaan, midnabana ma ogola. وامرت بالعلم علمانيه وحلا علمانيه هي علم لو دوسا فكر يعني ساينس هي وحلا ميدا ايون بي امسينو ما با امسنه دين تومد اي دونتو هاته تودينو وي كاتيجين تودينو وي كاتيجين تو اي اوغلي هنا ما جيت تو نبا موغلا التي لا تختلف كثيرا علمانيه دو وخ بدن كما دوانا في نظر هالو سي ددكاس واركان عن الكفر قالنمو waa iska gaalnimo uun xoog badan kagama duwanan wa min samma, sidaa dartii halkaasi fafatxu labwaaq, in albaabada loo furo amaama alcawlama, cawlamada horteeda in laydhaa loo ballaqaa albaabada oo dalalka loo ogolaado oo laydhahda fikradda adduunku kuwaasi wataan ha soo gasho, huwa fatxu labwaaq amaama alkufri, waa gaalnimo albaabka loo baneeyey. Marka hay naga xidhnaato gaalnimo wadaaye ayay qolyahaasi yidhaahdeen, walgazwu duulimaadku
هنا هلكا هلكن كسو دولمات كلو سو دوليا يا دولمات مركا في الاساس اصل كيسبا ليس غزوا اقتصاديا ما هب الى هذا الحق دقالها وير لو سو قاداي ما هكا بل هو غزو ديني وور حق دينته كسوده بيلا دينته بخطر كجرتا او دقالهن سنبا كوميلن وحان لوودو دينته بخطر او غلنيو او سلام قاعد ارغتي ee ay taranka iyo tafirta la dagaalamaan kuwan qaladii ee ay leeyihiin waa badoonimo waa taakhur waa dib u soconimo ee lagu oranayo gabadhii imsaad asaynta badawiyad ba tahay tu yaro Soomaaliyeed ba ku oranaysan badawiyad ba tahay waxaad wadaan garan maysid dadna way qofkan aqoon badan ma lahayn dhexha gelinayaan oo uga dhigayaan qof dambiile ah oo maalatay iyagu way taran go'aan kuwaas tafirta la dagaalamaan dayna si kale uga dhigan yaani ilbaxnimo laan iyo jahilnimo iyo badoonimo iyo wax maartay ay uga dhigayaan dabadna waa markay meel yimaadaan fikradaasi fulinayaan waxaan hadii shee weerar ku yihiin buuri xaqi diinta iyo akhlaaqda aga markay baadeen aan soo galay waxa jirtay waxay sameeyeen iskuulo bilaash ah oo hablaha ingiriiska lagu baro gabeedo oo laga bixiyo bilaash ay sameeyeen shirin oo aan cid kale rag kale bixin jirin dumar kuma ka bixin jirin saas waa fikirtaan yaani waxa doonaa waga dhacayaan wax badan ay ku guuleysteen oo u soo gashay bal huwa ghazwun diini ma ilaahdin wa war haga diinta wal huwiyatu thaqafiyatu hayb suu iyo baad suu iyo sumada gaarka ah ee aqoontu leedahay midna islaamko kale ka soo qaad al muhaddadatu ee halista ku jirta هنا هلكا هي دين الامه وامه دين تيدي وعقيدته هو ايمان كيدي وامدي با خطر لو هيا دين تيدي او وير لو يها وحمايه الهويه ان لا الهاليه هيب سوعه حق اقونيد معناها وجيده هو وهي في الاساس اساس اصلها وهي تاي الدفاع عن الدين ودينته الدفاع اقونته دين ترجل كيمن كرتا وان قف ودين سي قانا هذا دين سي قون هي ما دفاع عن كرو كما دقم كرو ما غران كرو تبعنا حديل الدفاعه أقوانت دينتي ولا دفاع بيدا وانا رمتود وهناك وحلك وحجرة من ناحية أخرى من هردنك لك يقنو من يرى تدوارك أن العولمة عالميين في أدنك ولا سفرة ليست ماها غزوا اقتصاديا ماها وير حق نقالها أو غزوا علمانيا أما ماها علمانيا وير حق علمانية السوق هذا علمانية وح علم يعني اتسوي تابسي قدسا أو مارتي isna gaalima raadka kule bal qaswun qoomi bil waqad oo war umadad qarba umadii arkay jiritaankii la tartirayo saxahun waxa hadaba sax ah an hada qaswa war kaasi yatadamanu wuxu wata oo waa umadii baa la weerareeyay laakiin wuxu wata istiqlaal iqtisaadiyan ka faa'iideysiyo boob xaq dhaqaalaha oo wata waqdo wasaxu waxa kale sax ah ay ilaahdeen annahu yuhadid in halisku yahay دين الأمة أمد الدين كذا وأخوها ليس التي يجري غزوها أمدا وير الكود السعودية لو وير رأيو لو سو دولي دقارهان لو سو دولي عالمي أهان لو سو دولي دين كذا هل اسبا أيو كيها وير كني دقاره هذا وأخوها الروالة بقضب ولكن هذا وذاك بيد هذين هذا وذاك هذا ويرك حاجة دينته وذاك كاهر دقاره ليس معها إلا جزئين والله بقيبض oo mid dhaahirad mid dhaahirad waas mid dhaahiratin aw saa wa arin ka balaaran u bay qayb ka yihiin labadaasun kuma koobno weerar wax kan balaaran ba jira oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha in la weeray diintan la weeray labadaba laakiin labadaas oo qurma waxayn daab wey oo labadaasina ku jiraan waa maxay waxa kale waa huma marfuudan labaduba waa wax la nacab yahay in dhaqaalahaaga la weeraro iyo in diintaada la weeraro maxaa loo diilay sababin akbara sabab ka weyn baa jirta waa ashmala oo ka balaaran fal istiqlaal uu iqtisaadiyi bay ilaahdeen madax banaanida xagga dhaqaalaha laysa madluuban maaha arrin la doonayo liman cal istiqlaali faqad maaha in looma diidana dhaqaalaha madax banaan dhaqaalaha ugu madax banaanaada maaha mid loo baahan yahay liman cal istiqlaali faqad in dhaqaalahaaga la boobo unuma diidanid dhaqaalaha ummadu inay madax banaanaato waa shii la doonayo ma waxa marka la doonayaa kaliya in dhaqaalahaaga aan cid kale boobin meesaas oo qura maaha maxaa la doonayaa bal madluubun
waxa loogu baahanyahay dhaqaalahaadu inuu madax banaanaado litaxqiiq nahdatin shaamila, in la hirgeliyo horumar dhammaystiran oo ayaala horumarka lilummati, ummaddu waa inay horumar dhammaystiran gaadhaa. Haddaan ummadda dhaqaalaheedu madax banaanayn oo aanay isku filayn, horumar dhammaystiran ma gaari karto. Waxa la leedahay alladii laa yamlik quwata laa yamlik qaraara, qofka aan wax cunaya haysanin go'aan ma gaari karo. Oo waa loo talinayaa go'aan ma gaari karo haddaan qofku masaarifdiisa haysan. Marka dhaqaalaha waa inuu madax banaanaa si aad horumar u samayn karto, oo waa in ummaddiiba jiritaankeedii la ilaaliyo. Walcawlamatu haddaba caalamiyiintu kadalika, saasoo kale tahdiidun waxa halis ku tahay, oo ku tahay halis lidiini diinta waa ku halis, walcaqiidati iimaanka waa ku halis, walqiyamil ummati ummaddu waxyaabihii ay qiimeynaysay ee sharafteeda karaabadeeda ku jirtana halis bay ku tahay. Oo waxa soo gelaya ajaanib baa soo gelaya, diintaada ka duwan, dhaqaalahaaga ka duwan, dhaqankaaga ka duwan. Waxaad jeceshahay nacab, waxaad saraf u aragtay aanu arag oo ummadda duminaya ma soo geliya wadanka. Inna kullan, haddaba mid kasta oo ka mid a meel muwaaqifi ee go'aamada almu'ayyidati ee taageerisa adoo fiirso, iyo war raafidati kuwa diidan lilcawlamati, labada waan soo marnay, kuwa caalamiyeynta ayidsan ee ogole taageeray iyo kuwa diidayba, yaxmil wuxuu xambaarsan yahay buu yidhi fi ra'yi albacdi, dadka aragtiisa qaar ka mid a juz'an min alxaqiiqa, mid walba waxyaaba runa waa laga helaya. Oo kuwa wuxuu leeyahay le hala caalamiyeynta hala sameeyo wax la taaban karo way sheegi karaan, kuwa diidana wax la shaaban karo way sheegi karaan. Nacam, waa run buu yidhi, maxaa yeelan alcawlamata caalamiyeyntu qad tu'addii, waxay keeni kartaa ilaa ziyaati lintaaj, waa dhici kartaa dhaqaalaha inay kordhiso dadka qaarkii. Walcawlamatu caalamiyeyntu qad tumasilu, waxay noqon kartaa taqaduman, in la horumariyo fi bacdi alquduraati almuhima, qaar ka mid a awoodaha qiimaha badan ee lilinsaani qof dadku uu leeyahay. Dad way tababari karaan, aqoona way soo saari karaan, jaamacadana way ka soo saari karaan, ummado waxbarta waa la soo saari karaa, oo xaggaa waxaa laga yaabaa in ay dadka qaarkii wax ka faa'idaystaan. Wa fii bacdi anwaaci lintaaj, wax soo saarka qaarkiina way kordhin karaan, alcilmiyi ee xagga aqoonta, walfaniyi iyo xagga farsamada iyo farsamadaba waxba way soo kordhin karaan. Walaakina alcawlamata caalamiyeyntu tatadamanu, waxay koobtay oo xambaarsan tahay bilaa shakin, shaki kuma jiro, itijaahan inay ku socoto oy toogarayso. Maxay ku socotaa? Naxwa saydara, siday u qabsan lahayd aliqtisaadiya saydara, qabsi xagga dhaqaalaha ah oo dalka oo dhanba ay qabsato ayay wadataa oo ay ku jihaysan tahay. Min jaanibi sharikaat, marka la eega xagga shirkadaha alkabiirati ee waaweyni, maxay tooganayaan oo ay u socdaan si ay u qabsaan dhaqaalahii oo dhan. Lilmustadcafiin, dhaqaalahay dilayeen dadka taagtadan, dalalka taagtadanani inay gacanta ku dhigaan bay u socdaan. Fil ardi, adduunyada, dadka laga xoog badan yahay, ee laga cilmi badan yahay, ee laga dhaqaale badan yahay, ee laga horumarsan yahay, sidii loo qabsan lahaa dhaqaalihiisa ayay maanka ku hayaan, kana shaqaynayaan si aayar aayarna ula wareegayaan. Mar hore waxbay yara muujin karaan, marka dan wuxuu ka soo nuugayaan un, iyaga waa wuxuu wada haysta, dabeedna way kala baxayaan, dadkina baarka dhulka u dhigayaan, iyagoo qura ka dhex noolaanaya iyo wax yaro ku hoos nool, dabeedna way abaadiyaan dadku. Wa tanaafusu, haddaba wuxuu yidhi tartanka, fii haada siraac, legdanka iyo loolankaa dhaqaalaha loogu jiro, tartanka loolankaa ku dhex jiraa, lan yarxama ducafaa, dadka taagta daran umaba naxariistaba, hadday ka boodayso uma naxariisanayaan, waxay ilaalinayaan qura, waxay isu geynayaan xisaabaad iyo qorshe samaysan oo lagaga takhasusay dhaqaalaha dalka, lagulana wareegayo, dabeedna beerka dhulka loo saaray, mana naxariistaan. Bal yucaadi, wuxuu la col yahay, mucteqadaatihim, dadka fuqarada ah ay u yimaadeen diintooda waa la col, wa muqadasaatihim, waxay sharfaan ee ay jecel yihiinna waa la col, kuwan weerarka ku egaalada ahay. Walcawlamatu caalamiyeyntii eedegeynta adduunka in laysu faruuraa bilaa shakin, shaki kuma jiro, tuhadid, waxay halis ku tahay anmaad alxayaa, noocyada nolosha alkhaasati gaarka ah ee bilumami, ummaduhu ay leeyihiin ummadaha almuxaafidati, ilaashada dhaqankooda iyo diintooda iyo dhaqaalahooda ilaashada, habkii u nool yihiin ee diin ku salaysan, ee dhaqan ku salaysan, ee dhaqaale ku salaysan, waa u col,
kuwa weerarkaahi waanay duminayaan dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo diintaba maxay u duminayaan lisaalixi namadin waxay u adeegayaan danta nooc mucayanin gaar ah waxay u adeegayaan nooc gaar ah ayay u adeegayaan oolil xayaati noloshu leedahay huwa noocaasi waxa weeye asaa'idu waa nooca ka taliya في الدول الغربية في الدول القوية دولتها حق بادن حبك أصم يستين دقالها إيا دقنك إيا هرمركا قرصها أردقى إيا هو أديق إيا واحد دميني يان شركتها هو إيا دقالها صد إيا عربييتو دمان دقالها إيا دقنك إيا الدين أمدها كرليه سي كودون أشقه إيا كوخنو بابان ولا علو بسواب وبالله التوفيق.